ارجع عما أنت فيه. أبوك وأمك يا عمار بكلمة واحدة تنجيهما. يا ياسر ارجع من أجل زوجتك. أنت يا أم عمار من أجل زوجك. انظر إلى أبيك وأمك يا عمار. انظر. ألم يرجع آل ياسر عما هم فيه بعد؟ أعطني رمحك. وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام، ويموت بعدها بيومين زوجها ياسر. كيف حالك الآن يا عمار؟ أبي، أمي. يذهب الرسول إلى عمار بن ياسر. يا رسول الله، هكذا الدهر؟ اصبر يا عمار، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ويذهب خباب إلى الرسول يعبو على رجليه وقدميه. يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كان الرسول جالسا متكئا فاحمر وجهه، ثم جلس، ثم نظر إليه وقال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وبالتأكيد الرسول كان يبحث لهم عن حل، إلى أن وجد. ماذا بك يا رجل في هذا الوقت من الليل؟ بعض ممن آمنوا بمحمد يهربون. إلى أين؟ يتجهون ناحية البحر. هيا جهز الخيل بسرعة. هيا بسرعة، اقتربنا إلى الشاطئ. كان معهم ابنة النبي مقايا، وأميرهم زوجها عثمان بن عفان. توجد سفينتان راسيتان عند الشاطئ، ندعو الله أن تكون إحداهما متجهة إلى الحبشة. اختار لهم الرسول الهجرة إلى الحبشة، فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. هيا هيا أسرعوا أسرعوا قبل أن يهربوا. قومي يا زوجتي، قومي، لقد وصلنا إلى السفينة. أيها الرجل، أي السفينتين ستتجه إلى الحبشة؟ الاثنتان. أيهما ستتجه إلى الحبشة أولا؟ هذه. هيا بنا نستأذن صاحبها. هناك سفينة ستتحرك يا أبا جهل، هيا نلحق بهم. هيا اركبا سريعا، هيا سنتحرك. نشكرك على كرمك. انظروا، أهل قريش يتقدمون على خيولهم. تبا، إن السفينة تتحرك. يا هذا، ألم تروا فريقا من القرشيين؟ نعم، إنهم في هذه السفينة التي تبتعد. اقفز بخيلك وراءهم إلى البحر، هيا فلتقفز.